الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مدرج الحتروبة، رئيسة جمعية التعاون والتضامن للمرأة والأسرة والطفل. وهذه القضية اللي تعرفنا بها يوم العيد، هي كانت كفاجئة بالنسبة لنا احنا. اليوم العيد جاتنا، يوم العيد معيدين جاتنا هاي الفاجئة. السلطات اتجهوا للأب هذا ديال الأطفال واعتقلوه ليلة العيد، ومع الصبح صبح كل شيء عالم بها. كيفاش عرفنا احنا؟ انا جابهم للسلطات، جابهم عندي الجمعية. من بعد باش اتصلنا بالفيديوهات الجدة ديال الأطفال، هي اللي جابتنا الفيديوهات. منين جاونا؟ جاونا في حالة يرثى لها، حالة يعني هذا الأب مجرد من الإنسانية، لدرجة عنها والأطفال جاونا متأزمين جسديا ومعنويا. جاو مساكين مراد تعبانين ومتكرفسين، لدرجة عنك أي واحد تكلم معاهم الله شي ينخلعوا منه، أي واحد تكلم معاهم ينخلعوا منه. وجاوا مجروحين ومتكرفسين، وحاولنا نواكبوهم ونعالجوهم الحمد لله، تمينا معاهم إلين عادوا الحمد لله يلعبوا، عادوا يضحكوا، عادوا إلى اليوم توجهنا بهم للمحكمة. بالنسبة لخمس سنوات السجن هذه غير عادلة بحق هذا الأطفال. كان اليوم هذاك الأب، أنا بعد بالنسبة للحكم ديالي أنا باغي مؤبد.